الجواز بيكون بين اتنين، اتنين وبس، مش بيت مفتوح على بيبان شقق الأهل. يعني لما بيتقفل عليهم باب بيتهم بيكونوا لوحدهم، لا بياخدوا معاهم أصحابهم ولا أهلهم، والبيت ده بيكون مليان تفاصيل وأسرار، وواجب على كل فرد في الأسرة الصغيرة دي إنه ما يطلعهاش بره أبدا. وطول ما المشكلة في دايرة ضيقة تخص أطرافها وبس، طول ما هتتحل بسرعة، وكل ما الدايرة هتوسع كل ما المشكلة هتكبر والعلاقة هتتدمر، وطبعا مستحيل ترجع زي الأول. أوقات الأهل مش بيكونوا قد المسؤولية دي، بدل ما يهدوا الدنيا بيولعوها أكتر. طالما عرفوا أسرارهم وتفاصيل حياتهم، أسرار علاقتهم ومستقبلهم اللي بيبنوه بإيديهم طوبة طوبة، واللي محدش هيكون معاهم فيه غير حبهم ونفسهم وخوفهم على بعض وعلى رأي المثل اللي داخل بينهم خارج، لأنهم في النهاية البعض. لكن للأسف في أهالي بدل ما يوصلهم لحياة مستقرة بيوصلهم لمحكمة الأسرة. مفيش حد حكيم قدر يمتص المشكلة، يقول عيب وما يصحش، خصوصا لما المشاكل تكون مشاكل حياتية بتحصل كل يوم، ما فيهاش لا تجاوز ولا سب ولا إهانة، مشاكل بتحصل وهتحصل. إيه دخل الأهل فيها؟ وإيه دخل كل الأطراف دي؟ كم بيت اتخرب بسبب إن حياتهم بقت زي الفيلم على كل لسان، عارفين أدق التفاصيل، تفاصيل عايش فيها الشيطان، وكل نفس مش سوية عايزة تخرب على غيرها. والموضوع اللي كان ممكن يخلص بكلمة طيبة بين كل اتنين متجوزين بضحكة وبهزار بتكبير دماغ، لكن للأسف فتح جراحة تانية كانت مستخبية وسخنوا على الحديد ودقوا عليه، وكانت النهاية محكمة الأسرة. كل بيت بيحصل فيه مشاكل، لو كل واحد وقف للتاني على واحدة ما كانش هيكون في ساعة واحدة تعدي على أي اتنين متجوزين. لكن في ناس فاهمة إزاي تعالج المشاكل، تعدي وما تديش اهتمام، تصالح اللي بتحبه، تزعل وتشتكي بس جوا بيتها لنفسها أو لنفسه. اوعوا تفتحوا الباب ده لحد يا جماعة، اوعوا تعملوا كده، وكملوا حياتكم وانتوا قافلين عليكم بابكم وأسراركم جوا البيت، علشان صدقوني الشيطان قاعد مستني فرصة، مجرد فرصة واحدة بس، علشان يحقق هدفه الخبيث اللي عايش علشانه. شكرا ليكم وإلى اللقاء.